سيقول لك المخلفون من العوام شغلتنا أموالنا وأهلنا بالصرف لنا يقولون بألسنتهم ليس بالقرب فيهم ربما يملك لكم من الله شيئا للأرض بكم ضرا وراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا من ظننت الله ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزينا قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أتنا لكافر سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء هو يعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون ايضا انفقوا الى مقاتب لتاخذوا هذا غنى نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله ولن تتبعوا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل جسدنا بل كانوا لا يبغون إلا ضلينا كل مخلفين من الأعراب تدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أيسلمون في تطيع آياتكم الله أجر حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل ليس على الأعمى حرج ولا على العمل حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله الجنة في تجري من تحتها الأنهار